بفضل الله تعالى قادة الحركتين على وقف إطلاق النار. الإجراءات التي تتم على الأرض يتم بحثها الآن خلال هذه الساعات. إن شاء الله لنا اجتماع آخر من أجل الاطمئنان على تطبيقه على الأرض. لدينا نوايا لبذل جهود من قبل الجميع على تثبيت وقف إطلاق النار. ستجري مواصلة اللقاءات هذا اليوم مرة أخرى من أجل وضع الآليات المناسبة لذلك.